وضعت شركة ديل مون الدواجن نفسها على خارطة الشركات التي تقوم بالاستثمار في مجال الأعلاف المصنعة. نعم، فهذه الخطوة التي قامت بها الشركة ساهمت وبشكل كبير في الحفاظ على البيئة مع توفير صادرات جيدة من هذا النوع من الأعلاف العالية بالبروتين. هو طبعا الدجاج يمر بمراحل عدة، أما أن أنت تعبيه بشكل كامل دجاج كامل ويدخل في السوق بدجاجة كاملة أو يروح إلى مراحل التقطيع. مراحل التقطيع يستتبعها وجود أجزاء متبقيات من العظام أو من المخلفات الدجاج، هذا بالإضافة إلى أثناء عملية تنظيف الدجاج عندنا مخلفات الريش ومخلفات الدم ومخلفات الأمعاء، كل هذه تدخل إلى مصنع خاص في شركة ديل مون للدواجن استثمرت فيه خلال السنتين اللي فاتت في حدود 100,000 دينار لتحويل هذه المخلفات إلى منتج ممكن استخدامه إلى أعلاف أو يحتوي على نسبة عالية من البروتين، يتم تصديره طبعا لدول أفريقيا والهند وبنغلاديش بعض الدول اللي تستخدم هذا، وبالتالي نضرب عصفورين بحجر في هذا المجال. الأول أن نحافظ على سلامة البيئة المحيطة بالشركة، والأمر الثاني هو الاستفادة من هذه المنتج في دول ثانية ممكن استخدامه في أعلاف خاصة فيهم أو في الأسمدة أو في أعلاف الأسماك بالتحديد يعني.